سؤال من أحد المستمعين أو المستمعات يقول: هل يجب على المرأة تغطية ظهور قدميها في الصلاة أم أنه مستحب ولا تعاقب على ذلك ولا ينقص من صلاتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، وأما لغير حضرة رجال أجانب منها فإنها تكشف وجهها في الصلاة وبقية بدنها كله عورة بما في ذلك ظهور القدمين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان سابغا، يعني ضافيا، يغطي ظهور قدميها. دل على أن ظهور القدمين في الصلاة من العورة التي يجب سترها، وذلك من شروط صحة الصلاة. نعم.